لا الصغير راه طالع معايا الجبل، ضربنا واحد المسافة طويلة ومازال ما وصلناش عاد القمة. هانتوما القمة فين راه؟ لحظة حنا طالعين. طلع زين سير 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 طلع سير سير طلع ما تخافش ما تخافش عييت يلا طلع طلع مرحبا الريحة واحد شوية وصافي حنا وصلنا للقمة ولدي لا ولدي لا هود هود اش هبط تبارك الله راه ضربنا واحد المسافة طويلة معليش ماشي مشكل نديرو الرياضة من أعالي الجبال بن زناسن مسيم والي راه بان لها هذيك الطوبة عييت أبا طلعة ولكن اللي هو دل ايوه الحدوره هكا تزلق الله يهلا انا صافي كملت وفينك يا حمزه اش عييت اش تيبان لي قال لي سبقتك صح انت علي سبقتني انا حمزه كان في القمه لا لكن المنظر زين لا نيشان شط الربيعة تبارك الله الحمد لله خير بين مولانا ربي يرحمنا في الشتاء تبارك زين اللهم لك الحمد راك نشط الشويشة ضروري فيتامين دي ضروري دار دغين بعد أولدي غير لا تسلك وصف هات السمع هذا لك يتكور لا يتكور وتكور معه عارف لا تكور تبقى خمزة هات مش عندي زيت هاي زيتون هاتي أمي يلا يشعر زيتون هاتي أمي الله لو صعيبة له ذكا تصل تزلر؟ شيل فعنا يا كلا فعنا صور الله يرحم ديال الحرباء هذيك هذاك الغار ديال الحرباء صافي غير خلي ما تردموش زيد ديال الهود عندك تزلق لا لا غير هبط هبط عندك تزلق انت راه عندك سبدينا واك تزلق شويه ايوا انا عندي تراك دير بحال جاكيشان راك تنقز ابو حمزه الله ايوه فينا حمزه
بلاتي عليك اولي مات فيها صاحبي زغلقت صاحبي زغلقت واش صاحبي مات دبر مخك صاحبي رد البال معايا صاحبي ها عندك واحد الحر حسن غير رد الحر الضحك ورا عندك السبردينه كتزلق صاحبي واه معصب صافي ساكت ايوا واش صاحبي زلقت واش مات فيا قد هكا ليه واه كيفاش السبردينه ها وانت يا هوتو خليتني بوحدي يا صاحبي ايوا خصك ترد البال سير يلاه روح خصني قبل ما نهود انت تكون بعدا بالتي سمعت عندك غادي نمشي نزلق عاود تاكين نزلق عاود الله الله اوكي قلت لك فوندان دابا المشكله هي انايا دابا كنجري هو اللور كيتمشى غير شويه نجري فوقلاش قادير بحالي دار بحالي هو يجي البوت واش شوفوا هالطير هادو كي دايرين سنة نوف في العصر حجري في الف الله هلا عاب الحجر ها شوف ها الدنيا بالحجر الله هلا روح 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 ايوا مقلوبة انت خلنا تخلي روح عيش اسمنا روح ما تلتش واه عندك ته يلا 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 ندورو منا هذه فيها الكرموس هذه شفت كان مبنية على الصحة حمزة مبنية على الصحة حمزة واش هاديك الشيبة اللي كانت مبنية غير الطين شنو هو الطين الطين طراب بحال هكذا ويخلطوه بالماء بحال الحمار هكذا واه طراب حمري هكذا ويبنيو به حتى هاديك مهجورة حمزة الله هبط اولدي هبط واه هبط هاب شوي البناية كل واحد كيفاش كان حيت كي كان يبني وكان يقسم هادي بيت هاديك مزينة على قد الحال شي على قد الحال الناس كانت بكري كانت عايشة غير الفلاحة كانت غير مجور فلاحة؟ اي ومين يجيبو مين يجيبو هذيك الحبة ديالي؟ لا موجود زيك لا موجود مين كيجيبوها؟ ايوا لا من كانوا غير جيل 80 70 60 هذوك مين كانوا يجيبو؟ دابا حاليا الخير موجود شي كان موجود اخويا عندي شوف 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 وين هو ذيك الدار ها راه هو ذيك الدار يلا عندك الدار هلا شتا انت يا كيف خرجت شتا هذا دي عندي صغير هذاك اللي كانت الفوق كبيره شويه ولا ولكن هذيك هذيك شو الهنديه كاع ما تستحمزها يمكن شي حاجه هذيك الحشره القرموزي هي اللي ادرياتها الحشره القرموزي يلا هذا هو العمل ديالها كتشتك بهذا النبتة ديال الصباح الله حمزة
هاد الحلوى كيهود مع الماء منو كيستافدو هادوك الأراضي هادوك أصلا بعد هاد الأراضي هادي كلها ديال المال أنت ملي كتشوف الغرس وكتشوف هاد الحفرات هنايا عرف بلي راهم يعني غارسين فيهم ولدي راه ما عندهمش كيديروا باش يسقيو هاد الشجر شنو هي كيتسنى الله عز وجل انه نزل داك الغيط ولكن شنو هو عندهم ديك الفكره السيئه انه كما كيقولوا غي الشتا صافي خصو يحوض وا قال لك الارض عطيها تعطيك الله يلهيك بحال هكا المغامرات زوينه ما هادش تبارك الله اللي شدت كعرف الحمد لله هادشي اللي صبرك على طالع خير واخا صغيره راه طالع انت الشجره تبارك الله دارت النوار دير نوار شفت الورقه دايره تبارك الله كي دايره شد الدار هذه رغم اننا حنا في القمه يعني شوف العمق ديالها كذا شوف المسك فيه كان كاين شي صحه باقي الاثار ديال الحنيات شوف الحنيات كيف ها؟ أنت الناس كانت تبني بكري غير بالطين. كيف دخل عندك شيء؟ ولا قد الحال دار ولا قد الحال. كل جيل. 80 ماشي بحال. كل جيل. 2000 كل جيل وظروف كل جيل. كي داير واه الجيل القديم كان حسن. واه. كان الخير كان البركة. كان الثقافة كان المهم. الخبر صار من كل شو تبارك الله الحبة ديال اللوزة حمزة ما عادش تبارك الله كل شيء حيا علاش الناس ولدي قلت شي فين راهم عايشين ما كاينش الضو ما كاينش كي غادي يديروا هاد العيشه يعني المخير دابا دروك حاليا دابا كلشي هود للمدينه المدينه شويه فيها اللي كيتوفرها فيها داك الشروط ديال المعيشه كاف كاين اللي ولادو يقراو خاصو ضروري يدخلوا ولادو يقراو كاين اللي حنا اللي الله ودي باع البلاد وشرا في المدينه راه دابا مستقر لوحدو وكاين اللي باقي عاد ساكن في الباديه يعني الديور هذه شاهدة على الناس ديالها واه عاوتاني كاين عاوتاني كيقول لك القرية أحسن من المدينة القرية إلا كان إلا كانت الشروط ديال العيش وإلا ما كايناش يبقى ما كانش دوك الشروط ديال اش غادي يدير هنا غادي يبقى يتقرفص كما راه واحد العدد ديال الساكنة في القرى كيتقرفصوا لا ماء لا ضوء لا طرقان لا ملي كتجي الشتا كذلك تقطع عليهم الطرقان بزاف د الامور هنايا في كانوا كيديروا في كانوا كيصاوبوا الخبز هنايا كانوا كيعجنوا الخبز ها هي ها كانوا كيسخروا هنايا كانوا كيديروا صدق كانوا يصدقوا هنايا لا البطنه غنوصل لها فين صافي واه ديال المنازل ديال موليها عندها تاريخ وفهمت واخي عاد شد راسي انا غادي نقول لك واحد القرون ماشي فاش الله العالي باقي نشدين راسي شد راسي كي جاتك هاد المغامرة الصغيرة ها ليه انها تكتشف انها تعرف تستافد وبعدا شوف بعدا الخاطر من تهود هود هم شوية واه باش ما تزلطش وكدا وحذاري بطل الأفاعي
وإنسان عيني مزيان ما غاديش الطبيعة خصو يديبها شي حاجة. شتي كنا في ديك القمة اللي لهيه وجدنا حتى الليل. غادي نكملو طريقنا إن شاء الله نمشيو لديك البطنة هاديك. كاين كاين شي أشجار اللي كيتهلاو فيها ملي كيكونو صغار، عرفت كيبقاو كبار هكا كيكون عندهم تاريخ. تهتم بيها خاصك ضروري تحوض لها شويه، فهمت؟ تعتني بها تجي تعتني بك، ما تسبش حتى هذاك الماء اللي كيتجمع في ديك الحفره هذيك فيها باش كتروح. واش دابا الحال ديال الشجر؟ تبارك الله راه الله تبارك الله راه تشارانا. واش دابا ملي كتقطع الشجر ملي كتقطع الارض؟ الارض مرطبه شاربه بزاف. القمة ديال الجبل اللي كنا فيها كنا حتى الفوق وضربنا واحد المسافة اللي هي حتى واحد مزيانة الرياضة شوية. هذاك هو المكان الجولة البادية يجي طرف معنا سيدي وسط البلاد ديال جدو يقلب حتى هو يتعلم مع مسيري حمزة. هو صاحبك هذا هو صاحبك الصديق فيما كان جيو هنا العربي. هذا حمزة هي لما كيقولوا البطمة شنو فيها يديروا فيها الصدقة؟ عقلت حمزة هذه هي اللي كيديروا فيها الوعدة الصدق. وهي وهي ها المقابر هذو هنايا الأموات نقول لهم الله يرحمهم ويسالهم هم السابقون ونحن اللاحقون. وهنا كتنتهي المغامرة ديالنا حمزة. باقي باقي على ولد هذاك المسجد. مسجد ديال الجماعة. شوفوا هذه البيئة هذه البيئة راه مبلعة ولدي هذيك البيئة. محسن هذا بحال الجبة ولدي كيخزنو فيه الماء. يخزنو فيه الماء فهمت؟ أوه داير له السقاقين هيها باش الناس كتشرب فهمت؟ يعني ولدي فهاد رمضان لا هما دايرين هنايا البومبة ديال الماء كيطلعو الماء فهمت؟ مرة مرة يعمرو به الساريج يعمرو به الساريج ملي يعمرو الساريج ولا يعمرو ولا انت شد واش عمرت المفرق داير؟ ها؟ مزال؟ راك داير؟ كيفاش؟ كيفاش تسقيو؟ مزيان قلت غير فلاحة حمزة ها؟